19 سنة بقول هانت ومفيش حاجة بتهون، وأنا عملت إيه غلط في حياتي؟ مين اللي حرمني من عيالي الاتنين؟ بسم الله العدل. راجل ظالم فاكر إن ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان هو بس. أنت ورثت كل حاجة حلوة في أبوك، إيه اللي حكاية الجواز دي؟ وقفت قدام أهلي، بعت كل حاجة في الدنيا عشان خاطره. خدت العزة في ابني، أنا مش عارف عايش ولا ميت. عايزة أكمل الحكاية للآخر. لو الواد عايش رجعهولي، ولو ميت وريني فين قبره. عارفة مين اللي خده؟ أمه. سايب شغلك وسرح ورا بيت الرقاصة. ما كل واحد بيختار اللي من توب. أنا مش متربي. دي حلوة. كنت بفكر طول ما أنا في السجن في سلبية العمدة. شوي بيه فتح الله كبير السيدة زينب تمن. الواد ده لازم تخليها خايبة، هيطلقني. جعفر مش من العالم بتاعي، ولا أنا من العالم بتاعه خالص. قدامك 3 أيام. مش هرتاح لما انتقم منه. جعفر عمري ما قلت بنفسي قد يوم ما اتجوزتك. بعتي وخنتي، انت شيطانه براسي. اختي فاجره، زفوني يا بلال يا شامة يا بلال. وقف يا ضربك بالنار. بيمسح الكرامتي الارض كل يوم. انا ما فيهوش عصب. اللي هيفكر يحوش على أمي